سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي قناة أم درمان الفضائية أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب، هذا البرنامج الذي دائما ما نطرح من خلاله العديد من القضايا التي تهم الشباب بصورة جريئة وساخنة، لنصل بذلك إلى حلول هادفة وناجعة تخدم الشباب وبكل تأكيد تخدم المجتمع. الكل يعلم أن المشروع أو مشروع الزواج هو يعد من أهم مشاريع الحياة، وهو المشروع الذي يعتمد عليه الشاب لتأسيس حياته وليكمل نصف دينه، ولكن نرى في الآونة الأخيرة أن الشباب بدأ يحجم ويبتعد عن هذا المشروع خوفا من العوائق التي أصبحت تقع على كاهل الشاب، منها ارتفاع أسعار المهور والبذخ الزائد في حفلات المناسبات والحفلات الزوجية، وكذلك البرامج التي تصاحب مشروع الزواج، فأصبح الشاب يثقل عليه العديد من الأحمال التي تبعده عن هذا المشروع. ولكن في هذه الحلقة سنتناول هذه القضية بصورة كاملة وبشفافية. تكاليف الزواج الباهظة هو موضوع نقاشنا لهذه الحلقة، سنتناول من خلاله أسباب ارتفاع تكاليف الزواج للشباب، وأيضا الأثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة، وأكيد الحلول التي سنضعها للحد من هذه الظاهرة. بداية أسعد جدا أن أرحب بضيوفي داخل الاستوديو، أرحب بك كمال حافظ حميدة وعلي عبد الغفار علي وغدير سيف الدولة هاشم وإسراء ناصر، مرحبا بكم شباب في قضايا الشباب. طيب شباب، موضوع الليلة موضوع يهم كل الشباب بصورة كبيرة جدا، الزواج وتكاليف الزواج. كل الشباب يعني عايز أنه هو يتزوج، لكن تصل أمامه الكثير من العوائق التي تمنعه من أنه هو يكمل نص دينه وأنه هو أصلا يفكر في مشروع الزواج. في البداية خلونا يعني نطلق أهم الأسباب، ما هي أسباب ارتفاع تكاليف الزواج للشباب؟ خلينا أبدأ بك يا كمال. في الحقيقة أولا أرحب بقناة درمان الفضائية، وهي يعني بتتناول مثل هذه القضايا التي يعني يجب التسليط الضوء عليها حتى تكون يعني هنالك حلول بالنسبة لها. جميل، تفضل. العزوف عن الزواج كثير من الشرائح المجتمع السوداني بيحصل عزوف نسبة لإشكاليات عديدة، يعني لو جينا نذكرها بنلقى إنه مثلا الإمكانيات، يعني الإمكانيات قد تكون مربط تحفرس في إنه أنا في الأول مفترض إنه أعمل تخطيط للفكرة اللي هي بتاعت الزواج كويس، بلقى انه يعني التخطيط ذاته انا مفترض انه ابدا منذ فتره بعيده، يعني مثلا انا الليله داير اتزوج، مفترض انه انا اخذ في حسباني انه اخذ مدى غريب اقدر من خلاله انه ارتب فيه شكليه البرنامج بتاعتي بتاعت الزواج، ومن ثم انه انا بعد ذاك يحصل توافق. دي طبعا مرحلة أولى أنا بعتبرها مع الزوجة، يكون في توافق، يعني أهم حاجة اللي هو بموجبه بيكون ما هو التوافق. التوافق أصلا بيكون فيه على أساس كده الناس بتبدأ تفكر في الزواج، لكن إحنا بنتكلم عن إنه ليه الشاب بيبدأ ما بيقدر، يعني بدأ يحجم عن الزواج، وإحنا قلنا ما هي الأسباب، ما هي أهم الأسباب. يعني أنت كشاب الليلة ما في شاب ما عايز يتزوج، شنو الحاجات اللي منعاك من إنه أنت تتزوج؟ والله طبعا يعني تقدر تقول انه مثلا بتلقى العوامل المساعده ضعيفه شنو؟ جدا جدا زي اللي هي مثلا المساعدة. بتلقى اهل العروس كويس، بتلقى انك انت مثلا خاتي برمجه محدده او الادخار بتاعك اللي انت ادخرته طول فترتك على اساس انك انت تسير به هذا المشروع موضوع الزواج، بتلقى انه ما بتماشى مع الطرف الاخر، مع متطلبات الطرف الاخر بالضبط. فبتلقى انه في يعني كثير من الطلبات اللي انت ما خدتيها في زي شنو مثلا؟ مثلا يعني ظهرت اشياء كثيره هسه حاليا في الاونه الاخيره في ظل تدهور الاقتصاد، بتلقى انه مثلا يعني الشغل بتاع الصالات والشغل بتاع
انه دايره ما عارف افضل فنان والشغل بتاع جيرتي يعني التفاصيل الكثيره دي. فانت ممكن يعني ابسط الحاجات ممكن تسير بها امورك بموجب الامكانيات المتاحه لك. جميل، انا حرجع لك تاني. خلينا انتقل لك يا علي. علي برضو انت كشاب، يعني من وجهه نظرك ما هي الاسباب التي ادت الى ارتفاع تكاليف الزواج وعزوف الشباب عن هذا المشروع؟ والله يا سعود، اول حاجه شكرا لك انك طرحت الموضوع. الله يخليك، تفضل. واحنا جايين ندق جرس حديد كده ممتاز في الموضوع ده، جميل جدا. لازم الناس تعرف كلها ليه الحاصل ده، عشان شنو يعني ليه احنا عازفين عن الزواج. مش عازفين، عازفين ده يعني بمعنى انه ما قادرين، فهمتني؟ يعني ما قادرين نتم المشروع ده او نسعى نتم المشروع ده بسبب عده عوائق كبيره فعلا. هي لو كانت عوائق بسيطه كنا عرفنا كيف نتداركها، بس احنا كشباب ما قادرين كيف نتغلب على العوائق دي. العوائق طبعا كثيره جدا فعلا. اول عائق هو الاهل بشكل عام والعادات والتقاليد بالذات هنا في السودان. يعني والله الزواج اسهل منه ما في يعني، بس احنا صعبناه. وما في السودان عموما، في السودان عموما نعم. فالاهل هم صعبوا الزواج بشكل عام، يعني هو اسهل من كده ما في، فهمتني؟ لو الناس فهمت مفهوم الزواج بشكل صحيح، صحيح، فسهل فعلا. لا الاهل لازم يخطوا له. طيب كده وريني المفهوم السهل ده، عشان يمكن يعني الناس اللي بتابعونا يمكن يحاولوا يعني انهم يتقيدوا المفهوم البسيط السهل البسيط اللي هي المهر البسيط. ايوه العيشه البسيطه. ما الا سكنا قلهن مهرا اكثرهن بركه. بالضبط. فما الا تكون الحاجه يعني احساس انه الايام دي اتفاق بيع وشراء، فهمتني؟ ده الحاصل. يعني بجي لابو العروسه هتدفعكم، فاشتريت اشتريت خذ كده بهذا النص بهذا المعنى. نعم بهذا. لا حقيقه ده الحاصل يعني. جميل. ف هو كده احنا اصلا عايزين نطرح من خلال هذه الحلقه كل يعني اسباب ارتفاع تكاليف الزواج بكل وضوح. نعم. عشان نقدر نوصل رساله لكل اللي بتابعونا ونحاول نحد من هذه الظاهره. خلينا ننتقل للجانب الانثوي ايضا في الحلقه، ودير اللي بيقولوا احنا والله الرجال ما بيكفوا الرجال ما بيوفوا. طيب خليني ابدا بك يا غدير. انت كشابه وفي مقتبل العمر يعني، ونتمنى انك تكوني مقبله مثلا على زواج، ما هي الاسباب اللي بتؤدي الى ارتفاع تكاليف الزواج ويعني بعد الشباب عن هذا المشروع؟ اول حاجه مرحب بكم شديد، مبسوط شديد اني معكم في حلقه واحنا سعد. يلا اول حاجه حقول الراتب صراحه. يعني الراتب قبل الاهل، قبل الناس اللي قال الاهل ده اول حاجه بتنظر لها انت كشابه. أول حاجة لا ما كشابه يعني كنظره ككل أيوة. الاسره وكل الاهل. اي كل الاهل مثلا الراتب ما حيسمح له انه حيعمل العرس اللي انا مثلا بتمناه، او البنات الحاليين بيقدروا يعملوا العرس الحاجه الاوفر يعني. بعد ذاك الاهل مثلا ام العروس مثلا تقول لك بنتي ليه ما تعمل لها الحاجه دي، ليه ما تعمل لها كده، انا دايره ليه ما يجيب لك ذهب مثلا، ليه ما يجيب لك 3 غوايش 4 غوايش، ليه ما يجيب لك الحياه دي ناقصه، ليه مثلا، او الدور بتاعك الحياه عرفت الديتيلز الصغيره، البرامج المصاحبه اللي بقت جديده وداخله علينا حياه كثيره شديد بقت. يعني غير العرس ما كان عقد، يعني عرس ده عقد وزفاه، هو عقد عرس ما ده اللي احنا بنعرفه خلاص عرس، لكن مثلا بقى عقد عرس، حنة عروس حنة عريس ما بعرف الحنة بتاعت العروس ذاتها لما تتحنن. طيب يا غدير انت في البدايه قلت لي الراتب، دي اول نقطه انت بديتي بها انك اهم حاجه يعني ليه الراجل لو جاي يتقدم لك اول حاجه راتبه كم، صح؟ ده السؤال اللي انتم بتسالوه. لا ما الراتب كم. اها انا قصدي راتبه دي بمعنى شنو؟ يعني راتبك ده اللي بحدد لك انت حتعرس عرسك حيكون عامل كيف. فهمتني؟ يعني مثلا ده قبل قال الادخار، الادخار مثلا الحاجه اللي هو مثلا لما هل خدتها ما حتعمل. يعني انا بالحال حاليا بالوضع الاقتصادي الراهن اللي احنا بنمر به في السودان استحاله بالراتب بتاع حاليا، الراتب الحالي ما حتعرس، يعني ما في طريق يعني فاهم انه يعني ما حيعرس، لانه احنا بقينا مكبرين كثيرة. برامج أيوة العرس، لكن العرس بسيط جدا، العرس بسيط بسيط شديد يعني، لكن الطلبات بقت كثيره. يعني مثلا حتى لو بترضت، يعني مثلا انا متاكده انه بنت بترضى خلاص، ما هي مقتنعه، ما هي مقتنعه لانه في قبول بين الطرفين. أيوة. وفي تفاهم بين الطرفين. لكن بقت امي بترضى، امه لا، ليه احنا نودينا حياه بسيطه، ليه ما عارف شو، ليه حياه دي ناقصه، حياكلوا لحمنا وحيشيلوا حسنا بهذا الاسلوب، صح؟ بالضبط. يعني حاجات كثيره مثلا اللي هو الاهل، الخالات، العمات، ممكن تقنع، انا ممكن اقنع امي، ممكن اقنع ابوي، لكن يلا اللي بيقول شنو، الدن على ودانك عم نسيم. جميل. النقد الكثيره، انت ليه تعملي بنتك كده، وبنتك الكبيره ما عملت، وبتعمتك ديك ما عملت، وليه ما يعملوا كده، ناقصه شنو، ما بتنا وما حقت كده، عرفت الحياه الكثيره دي هي اللي بقت يعني الحاجات اللي بقت حاليا هي مصعبه الامور، الاهل يعني الاهل
طيب حنرجع نتطرق للنقاط دي. خلينا انتقل برضو لإسراء ناصر. إسراء رأيك شنو في كلام غدير والكلام اللي انطرح هسي من الشباب برضو؟ شكرا جزيلا اديتونا الفرصة دي معاكم. الله يخليك تفضل. انا بقول انه المشكلة في البيت او في الولد في انه هم بيعملوا حاجات عشان يرضوا بيها الناس مش عشان يرضوا بيهم نفسهم. يعني انا الليلة حفكر في انه او غيري مثلا يفكر في انه هي عايزة ذهب عشان الناس يقولوا جابوا ليها، مش هي عايزة ذهب عشان هي عايزة الذهب. هي عايزة تجيب الفنان الفلاني عشان يقولوا عرسي كان بالفنان الفلاني، مش عشان انا حابة الفنان ده ولا انا ما حابة الفنان. يعني خليك من انه اساسا هي مفروض يكون عندها التفكير ده، لكن زادوا غطى علينا انه بقينا عايزين نرضى الناس اللي حوالينا بحاجات هم ما بتخصهم. هي ما بتخصهم الحاجات دي، انا ما بتخصهم انه انا جابوا لي مهر كم، ما بيخصهم انا في حفلتي كيف، ما بيخصهم انه رايلي عمل لي وما عمل لي، دي ما حاجه بتخص الناس، ما بتخص الناس، ما بتخص الناس. طيب الناس دي ما برضه هم من الاهل ومن الاسره، وكل زول يعني اكيد عايز مصلحه ابنه او ابنته. يعني انا دي حياتي انا، لكن دي حياتي انا، انا عايزه كده. ما في زول له، المفروض يكون زول له سلطه انه هو، او ما في زول المفروض يكون عنده سلطه علي انا عشان انا ارضيه. طيب ما في بعض الحالات كمان بيكون انه الشاب والشابه ما واعيين وبيطلبوا حاجات، لو احنا بقينا نقول انه دي خصوصيتك وحاجه الناس ما مفترض تقف معاك فيها، ملينا الناس اللي معاك دي اللي هم امك وابوك وخلانك وعمك وناس كبار واسبق مني خبره. أيوه. يعني في الحياه ما هم في النهايه عايزين يطلعوك بشكل جميل. لما انت مثلا تقولي ما بخصهم، ما هو انت ممكن كمان تكوني لسه انت زوله صغيره وما فاهمه الدنيا كويس، ده مبررهم صح؟ ما بخصهم في الفنان يكون منه ولا يكون منه. انا ما بتكلم عن حاجه، انا بتكلم عن التفاصيل بتاعت العرس. احنا بقينا بنرضي الناس، يعني احنا بقينا بنعمل كده عشان نرضي. يعني حتى الام والابو بيجوا بيطلبوا الحاجات دي عشان يرضوا الناس اللي حوالينهم. دي طيب دي تعتبر آفة داخلة على مجتمعنا. يعني ده هو ده، ايوه ده البوبار، ده البوبار اللي احنا خاشين بيه بالضبط كده. بس بيجت هنا بقول لك مثلا شالك بالسهله، شنو شالك بالسهله يا ريت. يعني مثلا كان مثلا عملنا ما عملنا حاجه مثلا عقد حفله، شنو اقول لك لقاكي سهله فكده ما حي يعمل. يعني بقول لك زي اللي بقول لك، يعني الحياه بتلقاها سهله وبتبقى لك سمحه. فهمت؟ يعني ده فهم الاهل كده. ايوه فهم كده، بس بقول لك خلاص لقاكي. يعني الناس تقوم تتبوبر وتدفع وتسوي وتسوي عشان نرضي الناس، واحنا نخرب بيت الشاب الجاي متقدم بالواضح كده. وفي الاخر الام والابو لما نيجي، يعني مثلا الام عايزه حاجه والابو عايز حاجه، او يعني حتى لو انه ام عايزه حاجه غلط والابو عايز يعمل على كنترول، في الاخر الغلطه يعني الخسرانه البنت. صح صحيح. الخسرانه هي البنت، يعني لا هو لا هي متضرره الام ولا هو المتضرر الابو. والاهل ذاته بيكونوا مضغوطين من، يعني الام والابو بيكون فيهم يعني واقع لهم الضغط من اخواته ومن اخواني ومن اهلي عشان احنا نظهر ونتبوبر قدام الناس. طيب يا شباب احنا هنا اتفقنا انه والله من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى أنه الزواج، مشروع الزواج ما يتم، هو ارتفاع التكاليف والبرامج الكثيرة اللي بقت داخلة في الزواج اللي ما ليها معنى. وشايف هنا إسراء اتطرقت لنقطة مهمة جدا اللي هي البوبار. طيب قبل ما احنا نمشي لباقي الأسباب، خلونا نركز يعني على حتة البوبار دي شوية. وفعلا المجتمع السوداني مجتمع يعني متداخل ومجتمع متحابي، لكن بيحب انه هو يعني يظهر. طيب احنا عايزين اول شيء نتطرق نجيب في نقطة البوبار دي شوية عشان نحاول نوصل رسالة انه الناس يعني تحاول تعالج النقطة دي. انا حرجع ليكم شباب، لكن خلوني اطلع فاصل اول من قضايا الشباب ونعود لتكملة هذا الحديث. لا تذهبوا بعيدا. اهلا ومرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من قضايا الشباب. هذه الحلقه التي نتناول من خلالها موضوع هام جدا، تكاليف الزواج الباهظه. مره اخرى ارحب بضيوفي داخل الاستوديو علي عبد الغفار وكمال حافظ وغدير سيف الدوله واسراء ناصر. مرحب بكم مره ثانيه شباب. قبل يا علي توقفت عندك في نقطه مهمه جدا ذكرتها اسراء اللي هي البوبار. احنا كيف يعني ممكن نحاول نثقف مجتمعنا السوداني في النقطه دي، لانه هي يمكن نبدا عليها ونبني عليها بقيه هذه الحلقه. دي اهم نقطه احنا يمكن لازم نوصلها للمتابع. جميل. يلا هي البوبار على قولتك. عفوا، فلازم كيف نلاقي آلية كويسة نخلص من الحكاية دي. طيب هنبدأ من وين أصلا؟ يعني لازم نعرف المشكلة وين عشان نلاقي لها الحد. من الحد حسنا ما عارفين المشكلة وين.
تمام. المشكله بدات من الاهل اللي هم زي ما قالوا عايزين يظهروا البنت بابها حله. دي لي فتره من زمان بعدها خلاص البنات هم ما تاثرت فيهم الحكايه دي، هم بيقولوا راس الفتنه، فهمتني؟ يعني خلاص هم بيقولوا لا صحباتي عملوا كذا ما اهلي. يعني برضو صحبات العروس دي يا سعود عوارض تمشي على قدمين، فهمتني؟ يعني فعلا هم عادي في في زيجات بتتفركش بسبب صحبات العروس، بسبب صحبات العروس فعلا والله. يعني طالبوا العروس، طالبوا العريس انه يلبسها، يلبسهم زي ما بلبس عروسته. أيوة. ودي كمان حاجه جديده دخلت عندنا ما كنا بنشوفها قبل كده. انا مالي ومال صاحباتك جميل كلام خير. بالمناسبه كلام يعني كلام عجبني جدا كلام علي وكلام بمنتهى الصراحه. خلينا ارجع تاني للشابات، فرايكم شنو في كلام علي لهسه قالوا له؟ والله في حاجه حاصله، ما حقول ما حاصله يعني في انه مثلا صاحباتي بيأثروا على انه انا مثلا رايي، لكن يعني لو انا مقتنعه، لو انا مقتنعه ما ما بحوافق. يعني مثلا انا مقتنعه بانه مثلا انا ما عايزه، يعني انا مقتنعه بحاجات اللي انا عايزاها، مقتنعه بانه انا يعني العرس ده دايره بالطريقه بتاعتي كده كده، ما حقتنع بكلام زول، ما حقتنع مثلا ما حتجي مثلا صاحبتي. طيب ما في كثير من الشابات بيقتنعوا انت قبل ضربت لي مثل بيتفق مع الكلام ده انه الزن الكثير. يلا معنا نتكلم بصراحه، يعني في كثير من الزيجات اتفركشت على كلام علي، واحنا شاهدين وشايفين يعني في المجتمع حاصل بسبب النقل الكثيره والكلام الكثير زي ده. رايك شنو يا اسراء؟ انا بقول لو في اساسا صحبات معليش، لكن ممكن يكون انا يعني الصحبات اللي بتكلم عليهم علي دي الصحبات الموجودين، لكن انا قبلت من اتكلمت على انه انا عايز ارضي الناس، بس انا عايز الناس يقولوا انا عملت الحاجه بالطريقه الفلانيه. يعني مش انا، يعني انا عايزه ارضيهم. انا ليه ارضيهم؟ في النهايه رجعنا لنفس النقطه، انا ليه ركزت مش البوبار، انا مش بتكلم. يلا ما هو احنا ليه عايزين نسهر؟ ارضاء الناس. انا تفقفت، ما هو يعني ارضاء الناس هو ظهور، عشان انت تسهر وتقنع الناس او ترضي الناس بحسب الظهور. اوكي هم ما هو يلا احنا، انا ليه ركزت على نقطه البوبار؟ لانه بتتوقف عليها كميه من الاثار السالبه. يعني احنا لو جينا خصصنا المشكله المشاكل المتعدده للشباب حنجي نلقى انه في هي كلها داخله جوه البوبار. طيب خلونا نطلع من النقطه دي ونرجع ثاني، ارجع لك يا كمال، عايزك تذكر لي الاسباب، يعني حدد لي الاسباب من وجهه نظرك انت كشاب، شنو الحاجات اللي ممكن تواجهك وتصعب عليك مشروع الزواج؟ في الحقيقه اولا انا افتكر انه مثلا العائد المادي مقابل المتطلبات اللي انا هعملها. ما انا عايز اعرف، ما هو احنا اتفقنا في بدايه الحلقه انه العائد المادي، لكن المتطلبات هي شنو؟ اول متطلب انت لما انت تتقدم بيكون شنو؟ وطبعا انك انت يعني بتعمل دراسه للموضوع بتاع العرس. اول حاجه انت هو في العرف السوداني او التقاليد السودانيه. ايوه. تمشي تتقدم تعارف، بعد ذاك بالسوق اهلك، في ما يسمى بالخطوبة. يلا احنا نمسكها واحدة واحدة. التعارف ده انا عايز اعمل مقارنة بين زمان وهسي. زمان يعني احنا في البداية كنا التعارف ده بتسوق الاهل وبتمشي، يا بيكون في شاي كده في المغرب او حاجة خفيفة والناس بتعرف بعض وبيقروا الفاتحة، ده بيكون التعارف، صح ولا لا؟ بالضبط. يلا طيب هسه الجديد شنو في برنامج التعارف اللي تغير؟ شنو الحياة دخلت على المجتمع السوداني في شكل برنامج التعارف؟ والله في أشياء كثيرة صراحة، يعني أنا بعتبرها أشياء سلبية في المقام الأول، زي إنه مثلا يعني يقول لك في فترة من المواسم مثلا شهر رمضان يقول لك موية رمضان. يعني أنا ما فاهم موية رمضان دي شنو، يعني أنت طيب شيل. أنت هسه عارف تفاصيل برنامج موية رمضان ده ولا ما عارفه؟ والله عارف يعني جزئية منه، إنك أنت ورينا كده ممكن نسمع بتشيل منك. ما عارف عدة وما عارف تفاصيل زي دي تقريبا. شايف غدير ابتسمت. غدير شكلك ملمة بالموضوع ده. ورينا طيب موية رمضان دي شنو؟ موية رمضان دي حاجات بتوديها يعني مثلا بيودوا الحاجات اللي هي الأبري والخبيز والعدة وطقم شاي وطقم عشاء وفول وبليلة. طيب انا عايز اعرف ده بس هو برنامج موية رمضان ولا دي برامج ثانية؟ الكلام اللي انتوا ذكرتوه ده بس هو بخصوص موية رمضان فقط؟ انا عايز ابدا بشنو؟ انا عايز ابدا خطوة خطوة من البداية. الشاب لما خلاص يخط في نيته انه هو عايز يتزوج وعايز يجي، كنا بدينا بالتعارف، انا عايز اعرف الشكل اللي تغير في التعارف شنو؟ التعارف هو ما كان العمات الخالات
اهلا وقعدة بسيطة وشاي وانتهى الموضوع والناس بتقرا الفاتحة وبتمشي. لا هسه بقى في عشاء بقى في شاي بقى في مرطبات قولة خير دي برا خير شيلة برضو وراها ايوه لا الشيلة دي برضو في 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 التعارف انا عايز اعرف البرامج اللي بقت مصاحبة بالتعارف في التعارف في شنو تعارف يجوا يقولوا ده نحن ناس فلان وده انتوا ناس فلان عايزين بنتكم خلاص ادونا فرصة نمشي نفكر فيكم ارجعوا بيتهم يضربوا لهم تاني يقول لهم تعالوا لنا عشان احنا قلنا اديناكم الاوكي بيجوا الجاية التانية معاهم قولة خير دي زي بحروا لهم خشمهم انه انتوا اديتونا بيتكم معاه قروش معاه قروش يرجعوا يمشوا تاني يجيبوا قروش بتكون زي كم كده؟ بتكون ما كتير يعني ما كتير عليك بتكون مثلا حاجة بسيطة زي التكلفة اللي انتوا تكلفتوا بيها زي احنا بنرد عليكم يعني جميل تقريبا معاه ذهب برضو حاجة يلا لا دي يرجعوا يمشوا تاني يجيبوا معاهم شبكة ويجيبوا معاهم دبلة يعني مثلا زي وهي مثلا في الفترة بتاعت السؤال بين التعارف الأول والثاني اللي هو مثلا بيقول لك نزعل منكم انتوا تزعلوا مننا هيك اللي هو بيمشوا بيقول لك خلاص اوكي طيب احنا تجونا تاني عرفت لاحظوا انه الكلام ده كله هم اصلا موافقين ببعض بس ده البروتوكول يعني ده الحياه التفاصيل لازم تمشي بيها أيوة. بعد ذاك طيب انتقلنا من مرحله قولت الخير بننتقل تاني لمرحله الخطوبه يلا ممكن اها بعد ده يلا الاشكال اللي ممكن تصاحب برنامج الخطوبه شنو بقت حفله يعني بقت مثلا يا هو مثلا لبس دبل لا قدام يعني بس لبس دبل بعد ذاك يلا في حفله لحد حفله بمرتباتها بعشاها بحاجاتها حفله كامله عرس صغير عرس حاجه كيف صغيره يعني باعتباره دي الخطوبه عرس مصغر تكاليف وتكاليف تقع على كاهل الشاب دي كلها بتقع على الشاب كاهل الشاب والبيت بقت الان البيت كمان بيشارك لكن ما في كل لا ما هو دي خطوبتي انا ما خطوبته لا الخطوبه دي على البيت دي انا عايز اعمل خطوبه جايين جايين احنا الشاب ما بيدفع فيها حاجه الطقم بتاع الذهب ده تقريبا الشبكه دي الشبكه بيجيبها معاه وين التكاليف دي بتجيبها دي لا دي ما انا بعمل لك هتكلف لك بالعشاء يا كمان هتكلف لك بالعشاء ايوه هتكلف لك بالعشاء هتكلف لك بالضيافه طيب انتوا هسه يعني انا شايف يعني في النقاش اللي فتحناه وشايف البرامج كثرت لا ما من كمال وغدير انا شايف انه يعني كثرت البرامج يعني انا خلاص احنا نقوم نتطرق للحته دي بصوره عامه فطور العريس مويه رمضان خبيز العريس شيلت الاكل طيب احنا عايزين نصل لشنو احنا عايزين نصل انه الحاجات دي احنا الشباب معانين منها طيب احنا كيف نقدر نقنع الناس اللي هي بتقيف في راس الشاب والشابه انه الحاجات دي يا اخي احنا ما محتاجين لها انا لسه من قعدتي معاكم هنا فهمت من خلال الحلقه انه الشاب والشابه بيكونوا متفقين طيب احنا كيف نقدر نحاول نقنع الاهل اللي واقفين علينا انه احنا والله يا اخي عايزين نتم الزيجه دي او مشروع الزواج ده بابسط ما يمكن تفضل يا علي والله أعلق على حاجة بسيطة حكاية موافقة البنت يعني أغلب البنات أصلاً موافقوا مبدئياً كده يعني بحس كأنه خدعوك فقالوا فهمت بقول لك أوكي أنا موافق معك وبموت معك جميل يعني وقت الجد بتشوف شخصية ثانية خالص تجي تقول لهم ديلان أنا كنت عايزها فتتحول تحول تام ده ليه بسبب ضغط على الأهل ضغط على الصحبات ضغط المحيط بتاعها بشكل عام كيف نغير في الأهل في العادات صعب شديد طبعا انك تغير حاليا انه حاجه خلاص تاثرت بقت من عادات وتقاليد صعب انك تغير في العادات والتقاليد اما انك توعي الاهل ذاتهم ده جزء صعب برضو او توعي الشباب ما هو انت لو مثلا بدات حاولت توعي الاهل تاكد انه موضوع الزيجه ده ما حيتم طوال حياخذوا عنك فكره انه انت والله مثلا بتتكلم بشفافيه وبوضوح انه والله الزول ده جيحه والزول ده جلده والزول ده ما بيدفع وانت كيف حتعيشي معه اللي قدام حياخذوه من المنطقه صعب جدا انك توعي الاهل فنوع الشباب اللي احنا نقدر نوصلهم بالكلام العادي عشان هم ياثروا على اهلهم بعدين اذا قدروا ياثروا على اهلهم طيب شباب شابات نرجع لكم ثاني شايف علي قال انه البيت في البدايه بتقول لك اوكي انا معاك وحاكون معك لكن بعد شيء بنلقى انه تفكيره بدا يتغير وتطلعاته بقت اكبر السبب شنو في كده خلينا ابدا بك يا اسراء ارجع ثاني واقول لكم السبب في كده في المحيط بتاعه يعني في انه هي اي بيت في الدنيا بتحلم انه بتحلم بيومها بتحلم انه هو يكون يعني 100% ما ناقصه حاجه ما عايز اقول زيها زي غيرها لكن ده هي دا يعني هي من جوا نفسها هي عايزه الحاجه دي بس انه هي تفهم انه ده مقدرته او ما مقدرته هو بيقدر او ما بيقدر هي ما يعني لو هي بتطلب وهو عنده مبلوعه ما في مشكلة إنه هو مستطيع بيقدر يجي مبلوعة مش ما مشكلة هي مبلوعة شوية يعني ممكن نديها العذر لكن جميل. هي بتطلب فوق يعني فوق
فوق الطاقه بتاعته. دي رساله جميله جدا انت ممكن تكوني موجهه لكل الشابات اللي بتابعوك اليوم عبر برنامج انه والله يعني المتطلبات ما تكون كثيره، حاولي قدر الظروف. ايوه العرس ده ما بس عباره عن حفله وخلاص وانتهينا، في حاجه في حياه بعد كده جايه يعني. جميل. طيب يتواصل نقاشنا في هذه الحلقه وتكاليف الزواج الباهظه. نستاذنكم نطلع نشوف راي الشارع العام حول هذا الموضوع، ونشوف كلام الشارع العام والشبان والشابات في هذه القضية، ونرجع تاني. صراحة يعني بالغة الحد، يعني الصالة بتكون بمية 125 مثلا، القروش دي كان لموها وما جابوا بيها بيت ولا حاجة زي دي، بيحصل شنو؟ ليه كل الناس دائما بتلقي كل الناس اللي بعرسوا عرس اوفر واثنين فنانين وثلاثه فنانين دائما بيكونوا عايشين في بيوت ايجار؟ القروش دي كلموها حق الاكل والفنان والصاله، كلموها مشوا اشتروا باقي تعترض وعملوا بيت، بيحصل شنو؟ بدل ما بعدين يتمرمطوا في البيوت بتاعت الايجار. غير كده مساله المهر، يا بنات صراحه انتوا السودانيات ما سمح حدك السماحه عشان تعمل مهر 100 200، ليش شنو القروش دي؟ يعني ليه تدفع 100 200 مليون؟ الفائده في شنو؟ في ناس عرسوا بآية زمن الصحابه، بآية تزوجوا، يعني شنو؟ خلاص عقد في الجامع وبلع وخلاص وانتهى الموضوع، في داعي للبزخ؟ ما اظن نهائي انه في اي داعي للبزخ ده. حتستفيد شنو؟ والله يا عم فلانة عرست بمبلغ فلاني والمهر بتاعها كان كذا، الوحدة كان مثلا يعني وحدة مثلا انا صاحبتي قالت عرست بمية مليون والفنان كذا والهناي، فلانة الثانية برضه حتقول تعرس بنفس الهناي وحالحالة حتفضل كذا. والشباب ما عندهم، احنا ما عندنا الاولاد ما عندهم القدرة انهم يعرسوا بمبالغ كبيرة زي دي. وين القروش؟ ما عندنا قروش عشان نعرس بمبالغ زي دي. فأحسن تقصدوا دي الحاجة زادة جايبة لكم البورة، خليكم يعني ما في داعي للبزخ بتاع المهر. ليه مهر يكون غالي؟ ليشنو؟ ببلح فيها حاجة؟ عزومة بسيطة في البيت، كرامة، ما فيها أي حاجة، ما في داعي للبزخ الكبير بتاع القروش والفنان والصالة. والله صراحة ما حد في أي حياة، كلها ساعتين زمن وانتهى الموضوع. يعني ما 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 شايف أنا فيها أي فائدة. أنا واحد من الناس بلح وعزومة غدا في الجامع وفي جامعنا جنبنا وانتهى الموضوع. الشاب بقى ما قادر انه يعمل اي طريقه بتاع الدفع عشان يقدر، ليه؟ لانه نص البنات بيقوا بحاولوا انه شنو، الدائره صاله الفلانيه بالمبلغ الغالي، الدائره المهر الغالي، الدائره سد المال بقى بالدولار كمان هسه اخر حاجه. فيلا بقى بحاول انه شنو يشتغل ليل نهار وبرضه ما بيقدر يوفي ولا نص الحاجه دي. فبقى الموضوع انه شنو، انه الشباب بقى ما بحاول انه يقدم او يكون جادي، فدي حاجه اللي وفرت خلت الشباب انه يكون ما جادي. البنات يقول لك زول ده ما جادي، هو ما جادي لانه صعب انه انا اوفر لك الليله صاله ب 100 مليون وشنو ب 50، يعني بتجي تلقى انه العرس بقى عادل 250 مليون 350 مليون، الليله اجيبها لك وين وانا شغال ب مليون ونص 2 مليون. فدي الحاجه اللي خلت انه شنو، مستحيل، قاربت على المستحيل انه شباب يتزوج في الزمن ده بالتكاليف المبالغه اللي طالب منها. الزواج في السودان او في الوقت ده يعني حاليا انه البيت يعني عايزه انه عرسي يكون احسن من عرس فلانه، والبهرجه اللي حصلت ما تعرف شنو، عايز الفنان الفلاني وكده. فده الشيء يعني خلى انه الاولاد ينفروا من الزواج، والتكاليف حقت الزواج والمهور حتى يعني ارتفعت شديد. فبس يعني احنا عندنا اذا الناس مفروض تستمسك يعني بانه الحاجات اللي كانت بتحصل قديم، زي انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في زمنه في ناس اتزوجوا بيعني قطع خواتم من حديد، في ناس اللي اتزوجوا بآيات من القرآن يعني. بس مرحبا بكم من جديد متابعي قضايا الشباب. تابعنا اراء الشارع العام، واللي يعني ما مشت بعيد كثير من الشباب داخل الاستوديو، كل الاتهامات توجهت الى انه المتطلبات الكثيره ترهق الشاب وتجعله يبتعد عن مشروع الزواج. ولكن في نقطه استوقفتني، انه في بعض الشبان يعني اتهموا الشابات باتهام مباشر بانه بيوصفوهم بعدم الجديه، انه الشاب ما جادي. والشاب
بيبرر الحته دي بانه بيقول يا اخي انا ما بقدر على تكاليف الزواج وبقوم بحاول اماطل واصبر لحد ما اكون نفسي. والشابه بتنظر لي انه انا ما جادي، واصبح هذا المصطلح يطلق على اغلبيه الشباب بانه الشباب ما جادين. خليني ارجع لك يا علي، رايك شنو في نقطه انه الشاب ما جادي من قبل الشابات والفتيات؟ ما هي الاهل زرعوا في البنت حكايه انه الجادي لازم يكون عنده ما عنده بس عنده يعني عنده بكثرة، بكثرة عنده هذا اللي ترضي كل متطلبات الأسرة. بالضبط. أمك ولا أبوك ولا جيرانك. بعرس ده بعرس البيت كله يعني. بعرس ده الراجل ده حيعرس البيت كله. أمك أبوك الناس كلها يعني حسب عين الناس دي كلها باعتبار كده الناس شايفة كده بجد. يعني الأهل شايفين العريس ده عبارة عن منقذ. أي حاجة كده. منقذ للأزمة اللي مر بها البلد عموما. يعني الوالد لو عنده ديون، أبوها لو عنده ديون، لو عايز يشتري عربية لا بينتقم منه. صح. طيب احنا كده يعني اتفقنا في هذه النقطة انه التكاليف الباهظة ارهقت الشباب وخلتهم يبعدوا عن مشروع الزواج ما رغبة منهم في الابتعاد، ولكن لعدم توفر الامكانيات. طيب طالما احنا اتفقنا في هذه النقطة، يعني كيف احنا ممكن نحاول نساعد، كيف احنا ممكن نقدر نوصل رسالة عبر برنامج قضايا الشباب انه والله يا اخي عايزين نحاول يعني نجد حلول للحد من ظاهرة التكاليف الباهظة في الزواج. رأيك شنو يا غدير، إحنا ممكن يعني نقدم شنو لكل اللي بتابعونا عبر هذه الحلقة؟ بس أنا ما أعرف يعني، أنا ما شايف إنه مثلا الناس دي هتقدر تحل الحاجة دي، لأنه دي حاجة زي ما قال بقت مزروعة فينا زي ثقافة بقت، يعني العرس لازم يكون بالطريقة الاتصال في العنية الحياة دي. بس الحاجة اللي عايزين نعرف إنه الزواج ده ما ليلة، ما يوم واحد، ما اليوم ده، العرس ده يعني بيبدا بعد اليوم ده، يعني يا دوب الحياه دي حتبقى تبدا بالضبط. ودي الحته الاهل ما قاعد يعانوا فيها، بعين للرجل بس في اليوم ده، فتره بتاعت الزواج بس في اهل ما بيعانوا انت في الكم ساعه دي. طيب دي نقطه مهمه جدا اللي هي الصرف الغير موضوعي من قبل حتى العريس. يعني حتى العريس لو هو مثلا كان مبسوط وهو عنده الاقتدار انه هو يدفع ودفع، الموضوع ده بيأثر على مستقبل الزوج والزوجه اللي قدامه. طيب يلا دي وقفه، يعني مثلا دي وقفه انا بقول اتفضل يا سيدي الراجل هنا في انه يقول يا اخي انا ما هعمل، انا عندي لسه حياتي لي قدام. صح. انا ما راضي بالحاجه دي. لو قال الكلام ده كده عشان النقاش يكون بانتظام. انت قلتي انه الراجل يحاول انه يقول انه انا ما هعمل. طيب شايف انه هنا علي رد لك، يا علي نسمع ردك على تعليق. اول مره اقول ما عايز اعمل كذا وكذا هينط لي الاهل والشباب الطيبين لا لازم تعمل ولا ما هنديك. هم بيقولوا نديك، لكن مثلا ممكن تعمل مشاكل مثلا، يعني مثلا بينه يعني مثلا ممكن بسبب الاسترس اللي عامله لاهله مثلا يقولها يتكلم معاك كثير، تشاكل معه انه عايل انت انا واهلي وانت متعاين للحاجه. خلاص هي لما تكون متفقه معاه بتدعي موقفه. أي. لما انا اكون متفقه معاك واقول لهم لا. أي. مش هو من نفسه ما حيعمل عشان هو كدا. انا ما دايره، أنا ما دايره الحاجه اللي انتوا دايرينها دي، انا ما دايرها. ممكن البيت تقدر تقنع اهلها بالحاجه دي، حاجه مقتنعه بها. مثلا ممكن مثلا قاعد امي دي يا ماما يا اخي انا مثلا الحاجه دي ما دايرينها، مثلا حنتنازل من الحاجات مثلا ليه، ممكن ما اتنازل مثلا ما كل من البيت مثلا. يعني في بنات مثلا بتلقيها في المحيط الاسري يعني قرارات ضعيفه في الاسره، يعني بتلقي التسلسل بتاع البيئه الاجتماعيه بتاعتها، يعني هي مثلا ما مؤثره في الأسرة ولازم تسمع كلام اهلها. لكن البنت دي على الاقل لازم، فبالتالي ما بنساغه ل لكن الرساله دي لازم توصل لنا في بكره حتكون. طيب يا شباب، ما احنا الليله كلنا كشبان وشابات معانين من ازمه مشكله عدم الزواج، واحنا عارفين انه في اثار سلبيه كثيره ناتجه من هذه المشكله، منها العنوسه، منها ايضا الانحراف الاخلاقي ايضا للشباب. أيوة. التحرش الجنسي، الاصابات، يعني في برضو اثار نفسيه بتغلى على الشاب. يعني حتى الشاب الليله لما يحاول يتمم زيجه وتفشل بسبب العائق المادي ممكن نفسيا يعني يتدمر. يلا احنا عايزين كيف نعالج هذه المشاكل، يعني اذا الشباب الليله متفقين وكل اللي بيتابعونا متفقين انه هذه تكاليف الزواج الباهظه لها اثار سلبيه، كيف احنا ممكن نوصل رساله انه والله عايزين نوصي كل اللي يتابعونا انه يا اخي لا لازم نتم الزواج ده بابسط ما يكون عشان نبغي نقدر نعافي المجتمع السوداني من هذه الاثار. خلينا ارجع لك يا كمال. والله انا افتكر اول شيء التقليل من الصرف في موضوع الزواج لاغلى درجه ممكنه. ثانيا ممكن يعني نقول انه القناعات، يعني القناعات دي انا بشمل بها منه، بشمل بها الأسرة بتاعت الزوج بتاعت الزوجة،
بما فيها الأم والأب والعم والعم والجد والخال يعني كل الأسرة غناعاتها تكون في اتجاه المصلحة العامة في 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 قضية الزواج. احنا في ما احنا الليله من البدايه اتفقنا على انه الاسره دي عندها قناعاتها وعندها فهمها، بالذات من الكبار والشباب هم ضحايا، ضحايا مش يعني كلام الناس الكبار. احنا كشبان وشابات كيف ممكن يعني نقدر احنا ناثر على الحاجه دي؟ انا حقوم انتقل لعلي. علي، انتم عندكم مبادره اسمها مبادره دبلتين لتيسير الزواج للشباب، ودي مبادره كويسه من الشباب. يا ريت يعني تديني كيف، ما هو دور المبادره دي؟ طيب، دبلتين باختصار يعني هي بتسهل الزواج، تمام؟ عكس المبادرات الثانيه اللي هي ممكن مبادرات تزويجيه، لان احنا ما بنزوجك، انت بتجينا شبه جاهز، ناقصك حاجات بسيطه. زي شنو ناقصك حاجات بسيطه؟ زي ناقصك شيله، ناقصك الحاجات الاساسيه طبعا، ما بتكلم على حاجات ثانيه. ما ممكن تجينا تقول لي انا داير فنان، داير كده، داير صيوان، داير شيله، داير حاجات اساسيه، نحن معك. فهمتني؟ الحاجات الاساسيه اللي، لانه نحن مستهدفين الناس الواعيه فعلا. دي نقطة. يعني الشاب يجي ومعه مختار عروس اجازه، ومعه والمدام، يجوكم الاثنين مثلا عندهم عائق مادي في الحاجات الاساسيه اللي ذكرتها، مثلا زي الشيله، زي طيب هل ممكن برضو الليله بتاعت الزفاف دي برضو انت ممكن تساهم فيها طبعا حاجه اساسيه؟ اكيد طبعا. طيب ثاني ممكن تقدم مش الحاجات الاساسيه بالنسبه يعني في نظركم؟ طيب نحن قلنا انه طيب عملنا الحفل واي حاجه، دي المرحله الاولى بتاعت الزواج. طيب ما بعد الزواج انت شغال شو بالضبط؟ يعني احنا ما حنساعده ساي الا اتاكد انه نضمن الاستمراريه بتاعت الزواج. طيب. فهمتني؟ نقدر نساعد بقدر الامكان في توظيف اللي ما هو شغال اصلا. يعني نحاول عندنا علاقات كويسة، نوظف، نشوف هو مجاله شو، لأنه أغلب الشباب في السودان دارسين وقارين وأي حاجة، بس ما عارفين كيف يسوقوا لنفسهم. جميل. في الشغل، فنحن نحاول نوظفه، نلاقي له وظيفة كويسة أحسن من اللي هو فيها، أو ندعمه بكورسات مثلا تدريبية يطور ده كله نفسه. بيقوم به مبادرة دبلتين. بالضبط. طيب جميل جدا. كيف كان، هل كان في تفاعل يعني؟ الحمد لله تفاعل كبير. في حالات قدرتوا تتموا لها زواج؟ ما نحن لسه في مرحلة التخطيط. فهمتني؟ عايزين نبدأ بشغل كبير. في إقبال يعني جاء عليكم حاليا؟ ما شاء الله، أنت ضربت على الوتر الحساس. فهمتني؟ فهجوم ما إقبال. جميل جدا. فعلا لأنه فعلا الشباب عايزين منفذ، عايزين حاجة تنفسهم عشان هم يقدروا يتموا يعني مشروع الزواج. صحيح. يعني ناس بيراسلونا، في ناس يعني بيقول لك ناقصنا 4 مليون عشان اتزوج. فهمتني؟ يعني 4 مليون لو ما عندك. طيب هو ناقصه 4 مليون، هو عمل شنو مثلا من الحاجات اللي مثلا اذا هو ناقصه 4 مليون، 4 مليون دي بتكون حق شنو؟ او فاضل له شنو يعني مثلا؟ حق الحاجات في الشيلة. فهمتني؟ يعني هو خضع للحاجات اللي اهل العروس عايزينها. المليون بتفرق في العرس. بالضبط، المليون بتفرق فعلا. صح. فهو ما لازم يطلع حاجه ناقصه، خلاص انا تميت ده كله، ولكن بحاجات بسيطه. بالضبط. دي يعني احنا دي برضه رساله جميله جدا بتقدمها مبادره دبلتين، انه والله بتساعد على الزيجات البسيطه اللي يعني بتميز او بتشبه عادات السودان الجميله القديمه. خليني انتقل مره اخرى للجانب الانثوي. طيب شايفين انه الشباب بدوا بيحاولوا يساعدوا، انتم كشابات كيف ممكن تساعدوا في انه تساعدوا الشبان والشابات في اتمام الزيجات؟ في انه اداعم موقفه ده، في انه انا ما دايره، انا ما دايره اللي انتوا عايزينه ليه ده؟ ده ما بيهمني به حاجه، انا ده ما بيفرق معي في حاجه، ده عشانكم انتوا. اوقف معه في الحاجه دي، اوقف مع ناس البيت في انه انا ما محتاجه للحاجه دي. طيب ما انت ممكن تتعرض، انت او مش ممكن، انت مؤكد انك هتتعرض لضغط كبير جدا من قبل الاسره ومن قبل الاهل. ممكن تكون موقف، لكن العرس ما حيطرشك. لا ما حيطرشك طبعا، يطرش يعني ما هو العرس ما حيطرشك. ما هو انت ما تحكمي على شخصيتك. الليله في كثير جدا من الشابات استسلموا لمواقف اهلهم، وهي ما عايزه الموضوع يعني ينتهي، وانتهى بسبب دخول الاهل. يعني لا، لما اداعي موقف وممكن الموضوع ينتهي، ما حينتهي. يعني حيحصل شنو مثلا؟ حعافر على اتلي يعني اقل شيء بقول تنقص الحاجات، يعني انقص الحاجه اقل شيء، ما في الاخر انا الليله انا ممكن اكون في الموقف ده، بكره انا حكون ام ما هعمل الحاجه دي. يعني اقل شيء انت قبالك قلت انه نحن نوعي الناس ويكونوا عارفين، عشان هم بكره حيخطوا في الموقف ده. بالمناسبه دي يا سعود، يعني تغيير زي ما قلنا صعب، تغيير الاهل صح ولا؟ طب نحن جيل حاليا قائم بذاته، لما نحن نصنع تقاليدنا وعرفنا من حسن.
طيب يعني انت ذكرت نقطة مهمة جدا، تقاليدنا. في نقطة احنا ما تطرقنا لها، انه هي مثلا تختلف القبائل وتختلف العادات والتقاليد. بنجي مثلا نلقى انه شاب تقدم من قبيلة تختلف عن قبيلة الشابة، وهم عندهم عاداتهم والشابات عندهم برضو عاداتهم، وبنلقى انه في اختلاف هنا حتى بين الشاب وبين الشابة، في انه والله احنا عاداتنا كده واحنا عاداتنا كده. احنا كيف نقدر يعني نقدر وصل رسالة إنه والله يا أخي نقدر نعالج هذه المسألة؟ خليني أنتقل لك يا كمال. في الحقيقة أنا بس عايز أتطرق للنقطة اللي ذكرها هون علي. أنا حرجع على النقطة اللي ذكرها علي، لكن أنا حاليا في اختلاف الثقافات بين القبائل. هل عندها تأثير مباشر في الزواج؟ أكيد عندها طبعا. يعني بتلقى إنه معظم الشرائح بتاعت المجتمع السوداني فيها مفهوم يعني في إطار ضيق، لو قلنا نقدر نصفه بالعنصرية يعني. فالحاجة دي هي أخذت حيز كبير في المجتمع السوداني يعني، وضيقت الفرص بتاعت الزواج. الليلة أنا ما ممكن مثلا يعني من قبيلة، صراعات بتاعت قبائل يعني ما ممكن قبيلة مع قبيلة، ما في تجانس. طيب انت كشاب كيف ممكن، انت كشاب كيف ممكن يكون عندك دور فعال في هذه المساله؟ وممكن شنو الرساله اللي ممكن توجهها لكل اللي بتابعوك يا اخي، انه نحاول نعالج المساله دي كيف؟ انا رسالتي اقدر اقول انه المفترض انه تكون في صندوق تكافلي من الدوله يسخر لصالح الشخص يعني عنده الرغبة انه يتزوج. هو في مشاريع، لكن انا بتكلم حاليا يا كمال عن رسالة. انت كشاب عندك دور فعال في المجتمع، رسالة توعوية للقبائل انه كيف تقدر نتم الزواج بين القبائل من غير العادات والتقاليد اللي بتحاول تكون فيصل او فاصل بين الزيجات وما تتم الزيجة. والله هو طبعا انا بشوف انه في محورين في الحاجة دي. يعني انت ممكن تمشي ب ب ب ب ب ب عن طريق كتاب الله يعني. نعم كويس. نعم بالضبط. جميل بالضبط. كويس. الطريقه الثانيه هو يعني قليل من يتبعه، هو يعني من اتاكم ذو خلق فزوجوه، ذو خلق فزوجوه. نعم بالضبط. طيب خليني انتقل لك يا علي، رايك شنو برضه في النقطه دي؟ انت كشاب ممكن والله حتى القبائل تضيف حاجه لإتمام الزوجات بين القبائل عشان العادات المختلفة بين القبائل. والله أنا بتوقع في حكاية القبائل دي يعني غلبتني يعني زي ما بقول، فهمتني؟ لأنه القبائل عندهم حاجة محددة، يعني أنا ما ممكن أزوج شباب من القبيلة دي للقبيلة دي، لأنه أنا عايز أحافظ على قبيلتي. نعم. فهمتني؟ دول هم كده عندهم فهم كده. فأنا ما لقيت حل مثالي للحكاية دي. يعني أوكي شوايقة جعلين خشوا في بعض هينتج شنو؟ لكن ما في زيادات كثيرة يعني. ده عايز أحافظ على ده. في زيادات كثيرة تمت يعني الليلة. أفهم؟ لا أنا قصدي في الناس المتعصبين ده فهمهم كده، أنه لا أنا عايز أحافظ على قبيلتي زي ما هي. طيب أنت كشاب ممكن توصل رسالة الآن لكل اللي بيتابعوك أنه والله يا أخي الحاجة دي غلط، أنه الحاجة دي ما صح، ممكن تقول شو؟ هم عارفين أنه غلط. نحن ما تجد قلنا أنت ممكن تضيف شو؟ هم غلط. لا نحن نضيف أنه كلنا بشر. فهمتني؟ يعني أنا لو تزوجت المرأة الشقيقة زي المرأة الجالية ما فرقت. فهمتني؟ جميل. ما في فروق جديد النسل ذاته تقريبا. جميل. انتقل مره اخرى للجانب الانثوي. غدير برايك هل صاله الافراح يعني شرط اساسي في اتمام مشروع الزواج؟ سؤال صعب صراحه. احنا نتكلم بشفافيه. كأنا والله هو يعني ممكن اتنازل، لكن يعني بقيت حاليا انه هي حاجه اساسيه. انت حاليا بين كلامك انه تتنازلي لكن قناعاتك لكن ما ممكن قناعات تخليك انك تتنازلي. طيب وين المشكله انك تتنازلي انه الصاله بقت بمبلغ وقدره، والشاب يا اخي عايز يتزوج وعايز يستر ويسدد البيت يعني، وده احنا قلنا عرفنا انه الزواج علاج للعديد من المشاكل في المجتمع. ليه يعني الصاله ما ممكن تتزوجوا في البيت يعني صيوان كده بسيط؟ وين المشكله؟ والله هو ممكن ممكن ممكن. طيب انت وين المشكله في كده؟ الاهل. يعني انا ما عارفه اقول لك، لكن يعني عموما الحياه دي بقت يعني انا ممكن اتنازل كغدير، كان انا ممكن اتنازل من حياتي عشان الزول، عشانه ما عشان يعني. لكن معظم الشابات مستحيل. لكن معظم رايك شنو يا اسراء؟ انا بالنسبه لي
انا دي ما الحاجه اللي انا ممكن يعني ما الحاجه اللي انا دايراها اصلا يعني ما بيفرق الحاجه دي ما حتفرق معي. جميل. يعني هي مثلا اتنازلت ممكن تكون هي دايراها فاتنازلت عشان فانا من الحاجه دي مثلا ما حتفرق معي. لكن مثلا في حاجه ثانيه ممكن تفرق معي. زي شنو؟ ما عارفه يعني عموما التخطيط مثلا الحاجات الاساسيه مثلا اللي انت ما بتتنازلي عنها كشابه. ما يكون عندي بيت ما يعني مثلا لما اقول عايزه بيت انا البيت ده ما بكون قاصده به فيلا ما بكون قاصده به عماره 6-7 طوابق بكون قاصده يعني حاجه أوضة. بسيطه حاجه حقتي انا ان شاء الله لي قدام ربنا يسهل علي وعليه وتبقى فيلا. طيب ده التفكير السليم اللي احنا بنتمنى كل الشباب والشابات انه يمشوا يسيروا عليه. ولكن في يعني الليله ممكن تجي انت مثلا كشاب تقول لزوجتك المستقبليه انه والله انا ما عندي امكانيه او حتى لو انا مقتدر يا اخي المبلغ بتاع الصاله اللي هو دي قد اقل صاله الان ب 60,000 جنيه بالعشاء بتكاليفها ما هو ما في اجر الصاله من غير باقي التبعات العشاء وغيره صحيح. فاقل صاله بقى 60,000-70,000 الليله 60,000-70,000 ممكن تعمل لك مشروع كويس يعولك لقدام ويعول الاسره تعرس اربعه لكن علي 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 عرس قالي عرس اربعه لكن احنا الان بنتكلم هو الشاب هو ما قادر يعرس واحده فحيقدر يعرس لا عشان تفكير لا انت عارف عشان التفكير بتاع 60 بتعرس له اربعه عشان كده احسن يخلص 60 البنات قالوا يعني تأمنوا نفسكم بالمبلغ ده خلاص ما تخلص منه مره واحده. طيب يا شباب ننتقل لمحور جديد. هناك اختلاف ايضا بين الطبقات المعيشيه في المجتمع السوداني صحيح. هناك الطبقه الغنيه والطبقه الفقيره اللي بنلقى بالذات العريس لما يكون فقير وعايز يتقدم لوحده غنيه بتكون مشكله وكذلك العكس حتى لو العريس غني والعروسه فقيره بيواجه مشاكل كثيره جدا. كيف احنا ممكن نواجه المشكله دي كشباب ونحاول نضيف لها حلول؟ خلينا نرجع لك كمال. انا افتكر انه يعني بمشي وبجي بقول القناعات بتاعت الطرفين الدرجه بتاعت التوافق في المفاهيم في الافكار في كده اتفقنا يا كمال انه القناعات بين الطرفين تمام. اتفقوا على انه يتم الزواج ولكن برضو نتفق على انه بتجي أنا ولكن أنا بتجي بتجي انه في طبقه قبيليه طبقه عايشه عيشه كريمه وعيشه بتاعت رفاهيه وطبقه فقيره او دون الوسط فبتحصل هنا مشاكل انه كيف احنا كيف انت مثلا تعرس الولد الفقير ده وحياكلك من وين وحيشربك من وين وما بعرف والوضع المعيشي اللي هي عايشه فيه وكذلك العكس احنا كيف ممكن نعالج المساله دي؟ والله علاجه بسيط جدا اللي هو شنو؟ الالتزام بالسلوك الاخلاقي بمعنى انه انت مثلا يعني معنا الليله مثلا انا الزول الفقير جاي اتقدم لبنت كده السفير او الوزير او الطبقات البرجوازيه يعني كويس انا انسان جاي دار اكمل ديني يعني امكانياتي ضعيفه جدا جميل. ما بتخليني انه انا اسير الزواج بالطريقه اللي هم مثلا عايزينها فانا بجي بطرح نفسي بقدم انه انا كمال داير اتزوج مثلا بنتكم كده في النهايه انا بعرف انه الموضوع قسمه يعني اذا اتكتبت لي اوكي اذا ما اتكتبت ما هو انت بتعرف انه الموضوع قسمه ولكن انت نتكلم بصراحه انت من جواك بقناعاتك بتكون واثق 90% انه الزيجه دي ما حتتم لانه انت فقير وهي غنيه بالضبط. جميل. طبعا حرجع احاول اواصل معاكم في النقطه دي ولكن استاذنكم نخرج فاصل ثاني من قضايا الشباب ونعود لتكمله هذا الحديث عن تكاليف الزواج الباهظه لا تذهبوا بعيدا. اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعي قضايا الشباب في الجزء الثالث والاخير تكاليف الزواج الباهظه موضوع نقاشنا لهذه الحلقه سنتطرق الان الى الحلول التي يمكن ان تحد من هذه الظاهره. مرحبا بكم شباب مجددا. اعود لك علي كنا وقفنا في نقطه انه اختلاف الطبقات المعيشيه بين القبائل والاسر هل عندها تاثير مباشر جدا في اتمام الزيجه؟ انت كشاب ممكن تقدم شنو انك تحاول تعالج هذه المشكله رساله ممكن تحاول تحد من هذه المشكله؟ ما والله نرجع وندور لحكايه التوعيه بس يعني اوكي في ناس ممكن يقبلوا حكايه انه شاب فقير يتزوج امراه غنيه لو تمت هتحصل مشاكل ما بعد الزواج في المعايرات والحاجات اللي بتحصل زي شنو مثلا؟ معايرات بتحصل انا معايرات من الزوجه مثلا من الزوجه نفسها. طيب هي ما دام اصلا حتعاير زوجها من الاول قبل الدو كيف؟ بس وانت عارف كيف
لا نسوان كيف خلينا نتكلم بصراحه. لا فعلا فعلا في في اختلاف كبير في في انت قلت نسوان خلينا طبعا نسوان موجودين رايكم شنو في كلام علي؟ والله ما اعرف انه هو قال انه بيعايره اي انا عايره على الحاجه ولا انت بعد ما انك انت غنيه وزوجك فقير وجبتي بيه وبعدك تقومي تعايريه ولا لكن تقريبا دي حاجه بعيده يعني انه انا عاير اصلا لمرحله ان انا عاير الزول ده عشان انا ما دام عرسته الزول ده فانا اكيد حكون توافقه يعني تنكر انه الحاجه دي موجوده ما اعتقد فيه يعني حاجه زي دي الا كان تكون مثلا في طبقات بعيده جدا موجوده وما موجوده اسراء ان اختك فيصل بيناتهم موجوده ولا ما موجوده موجوده طيب. لكن جميل. دي مشكلة يعني ده فيها تربية غلط فيها توعية غلط شديد بس الشائع شائع انه تحصل حاجة فهمتني فبس نحن نوعي الناس دي عشان ما تحصل حاجة في المستقبل يعني هو الحل الوحيد التوعية يا تدي الفقير قروش يبقى بالمستوى يا توعي جميل احنا وصلنا لنقطة التوعية عايزين نوعي كل اللي بتابعونا في نقاط أساسية بدينا من البداية ارتفاع الأسباب منها المهر يعني أكبر عائق يمكن بيواجه الشباب إنه والله مشكلة المهر والمهر بقى مشكلة كبيرة جدا تلقى البيت مثلا أهلا يقول لك عايزين 200 مليون و100 مليون ويعني أرقام صحيح. خرافية صحيح. يعني مستحيل إنه الشاب يقدر في مقتبل العمر ممكن الشاب يوفر لكن بعد ما يصل العمر كبير جدا مديون يعني. يكون مديون فرايكم شنو انتم كيف احنا ممكن نعالج النقطه دي كمال والله صدر. انا يعني في دار اتطرق لعديد من الاغنيات اتطرقت للحته دي يعني زي شنو غنوا بيها اهلنا الزمان يعني يقول لك يا ناس العرس بالفاتحه مع حلال يعني ف التضخم والبزخ والأشياء الكثيرة اللي بتحصل لي يعني أنا بشوف إنها هي يعني ماذا اهتمام أكتر من ما إنه أنت ما بعد العرس هيحصل شنو يعني جميل أي فأنا بشوف إنه الناس يعني تمشي على 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 قدرتها كويس وتحاول بقدر المستطاع تقلل من التكاليف كويس وفي نفس الوقت يعني تعمل على انه نقدر نتجنب الاضرار اللي بتنتج من عدم الزواج اللي احنا ذكرناه في البدايه قلنا العنوسه وانتشرت بشكل كبير تحرش الاشياء الاثار السلبيه اللي ناتجه من عدم اتمام الزواج بالضبط كده اضف الى ذلك يعني انت في مجتمعنا السوداني او عاداتنا وتقاليدنا في ما يسمى بالكشف اللي هو ده عباره عن مجموعة من الشرائح تحت المجتمع الأسرة الأصدقاء اللي بيجوا بيحضروا بيجوا هاي بيدعموا موقفك كده دي واحدة من العادات الجميلة في المجتمع السوداني وعادة التكافل وموجودة لحد الآن في الأفراح وفي الأتراح أنتقل لك يا علي ممكن تضيف شنو رسالة تقدمها لكل اللي بتابعوك بالذات يعني رسالة نوجهها للأهل اللي أنتوا قلتوا السبب الأساسي في هذه المشكلة الأهل والخلان الأعمام الأم الأب ممكن تقول لهم شنو؟ أقول لهم لازم يفهموا معنى الزواج أصلاً شنو هو مفهوم الزواج تغير كله زي ما انت قلت مفهوم الزواج قلت انه هو بيع وشراء بالضبط وببار بس يعني ما عارفين المغزى من الزواج شنو بالضبط ما عارفين المغزى الاساسي من الزواج شنو فعليكم الله افهموا الزواج هو شنو بالضبط بعدين ابنوا عليه والحاصل لو لقيتوا انه فعلا بيستاهل ببار راح طيب ما في مشكله يعني انا عجبتني النقطه بتاعت عليكم الله افهموا الزواج حديك فرصه فهمهم يعني ممكن الناس تعمل شنو تخلي الشباب زي ما هم يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين لو انا التمست لو انا عندي ولد التمست فيه والوعي والزوجه برضه هو التمس فيها الوعي انا اخليهم يتفقوا على حاجه وسط بيناتهم وعملهم اللي هم عايزينه عشان هم يتموا الحكايه دي فهمتني انا ما افرض حاجه من عندي كاب او كجزء من الاهل انا مالي صح دي نقطه اللي انا اتكلمت فيها من الاول انه دي حياتهم هم اللي قرروها هي عامله كيف انا عايز الحاجه الفلانيه ما عايز الحاجه الفلانيه دي حياتي انا ما في زول له دعوه بها يعني ما لا مش لا ما في ما في مش ما في زول له دعوه بها ده ترفع مني او تكبر مني لا عشان انه انا يعني انا عارفه ظروفه عامله كيف جميل برضو الشاب اللي عايز يتزوج هو فاهم ماشي لشنو ايوه صحيح هو عارف المسؤوليه يعني كون دي نقطه ايجابيه من الاول تحسب للشاب كونه الشاب بقى جادي هو عايز يتزوج معناته هو شاب عايز يكمل نص دين وهو فعلا أيوة. باقي عليكي وعايز يعني يكون اسره وتبارك يعني في حياته لانه الشاب ذاته بيخط مشروع الزواج ده عشان يقدر يعني يستقل تعتبر خطه مستقبليه لتكمله حياته جميل ده كلام جميل خلينا ننتقل لك برضه يا غدير عايزك تضيفي رساله برضه
بس حقول كلام بتاع جبال انه العرس ما يوم العرس ده اللي هو الحياة بعد العقد بعد اليوم ده فعمر العرس ما حيكون في اللي هو الصالة الحياة دي كلها دي حاجات شو بس يعني ما مقياس انه زول يعني عشان انا احدد حياتي حتكون عامله كيف العرس ده حياة تانية عالم تاني الناس تكون واعية للحتة دي الاهل انا صراحة بيجينا احنا كشباب شايف ان احنا بقينا واعيين للحته دي الناس ممكن تتنازل ممكن ما تفكر في الحياه دي بقينا وصلنا يعني الناس بقت الاهل هي اللي بقت المشكله الاساسيه الاهل فانا حودي رسالتي للاهل اكثر من الشباب جميل فبس حقول لهم يعني الناس تعين لاولادها عايزين شنو عايزين يعملوا شنو يخلوهم زي ما قال خلوهم يعملوا اللي هم بالذات في الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بها بالضبط كده الحياه بقت صعبه شديد يعني ممكن تتزوجي زواج من غير صاله بالضبط كده انت ممكن تتزوجي ممكن عادي تضحي بتنازل عن حياتك لانه في زي ما قال قبل الاوضه البيت في حاجات كتير في البيت عندي بيتي عندي حاجاتي اهم من انه انا اللهم ابسط مقومات الحياه اللي تخلي أيوة تكون اسره ده ما معناه انه الناس تبدا من الصفر يعني ما بقول لك انه اقعد في قطيه ولا ما اقعد في قطيه ولا تحت شجره لا ان شاء الله ربنا يسهل عليا وتفائلوا خيرا تجدوه ان شاء الله الاوضه دي بكره بعد بكره بتبقى لي حاجه كبيره تبنوها انتوا بيناتكم أيوة تكبروا انتوا بيناتكم بتفاهمكم مع بعض اهلنا ديل انا بحيي ذات اهلنا ديل عرس برضه بالبسيطه ما شاء الله الناس بعرسوا البسيطة بتمشي لقدام الحاجة اللي بتحرك إنه هم عرسوا بعقد بحفلة في الشارع بحاجة بسيطة لكن يجون إحنا يقول لك لا ليه أنت تعملي كده ليه دخلت المفاهيم الجديدة في العادات والسودانية اللي إحنا ما كنا أصلا بنعرفها وما كنا بنشوفها طيب عشان إحنا نقدر نعالج هذه المشكلة في 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 دقائق بسيطة عايز رسالة أخيرة من كل الموجودين معي في هذه الحلقة رسالة أخيرة كمال توجهها لكل المشاهدين في العادات الدخيلة علينا والله أنا يعني بقول إنه لكل المشاهدين إنه الناس يعني تخط ثلاثة خطوط أساسية الأخلاق كويس الثاني مثلاً تجي للإمكانيات بما توفر في حدود النطاق المحدود بالضبط كده تقدر تقول إنه مثلاً يعني تسير مع بعض الزواج انه تضمن لبنتك او لولدك تدعو الاهل انه بالعكس بدل ما هم يصعبوا الزواج يسهلوا الزواج يسهلوا جميل جدا انتقل لك علي كلمه اخيره توجهها برضو رساله للاهل كلهم انه يتقوا الله في الشباب بشكل عام جميل فهمتني يعني فعلا زي ما بيقولوا كثمت مع الشباب دي كلها مع الشباب دي كلها صحيح اغلب المشاكل حصل بسبب الاهل تمام يلا وفي مقياس محدد يعني الناس عامله الزواج خدت مقياس العادات والتقاليد عشان يمشوا فيها في الزواج جميل. لو انا مشيت بالعادات والتقاليد او المفاهيم الاسلاميه في ناس في فهمهم ان المفاهيم الاسلاميه هتنزل من مستوى البنت جميل. او لا ده ما مستوى جميل برضو ندي فرصه للشباب رساله اخيره توجهها غدير لكل اللي بتابعوك والله بس حقول لهم يعني خطوا كوره واطه خلوا الناس يعني خلوهم يعني الناس واعيه خلوا الحياه تمشي ببساطه فكله تتجهز ان شاء الله بقول لهم اثقوا فينا يعني اثقوا فينا نحن عارفين نفسنا نحن بنعمل في شنو جميل كلمة جميلة جدا نختم بها الحلقة أثقوا فينا كان كلام إسراء مشاهدينا أعزاء وصلنا إلى خواتيم هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الأجلاء داخل الاستوديو كانوا حضورا أنيقا شكرا لكم شباب على هذا الحضور الجميل والأنيق شكرا علي عبد الغفار علي شكرا كمال حافظ حميدة شكرا غدير سيف الدولة هاشم شكرا إسراء ناصر على هذا الحضور الأنيق وعلى هذه الإفادات والإيضاحات التي نتمنى أن تصل إلى قلوب الشباب والشابات والأهل كذلك لنعالج مسألة تكاليف الزواج الباهظة مشاهدينا الأعزاء بهذا نكون قد وصلنا إلى خواتيم هذه الحلقة تناولنا من خلالها أسباب تكاليف الزواج وكذلك الآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة وأيضا الحلول التي طرحناها للحد من هذه الظاهرة شكرا لكم على هذه المتابعة ودائما تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل حتى نلتقي في الأسبوع المقبل في أمان الله وحفظه